الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا بلال، عايز حاجة؟ متشكرين يا فندم. المهم تسلم العربية وتاخد أجازتك وتجيني يوم الجمعة. حاضر يا فندم. وما تبعدش كتير عن التليفون اللي أنت مديهوني. ها؟ على فكرة التليفون ده بتاع البقال اللي جارنا. مش مهم، المهم ما تبعدش عنه عشان ممكن أتصل بيك في أي لحظة نرجع الجبهة. حاضر يا فندم. يلا مع السلامة. لا خليها يا فندم أصلحها لصاحبي. يا واد خلاص. خلاص يا فندم خليها خلاص. خلاص. ماشي يا فندم. ممكن ادخل؟ كل حاجه بشروطها يا فندم. انا مسلم نفسي وموافق على كل الشروط. بجد؟ بجد. صحيح صحيح، ده المكان الوحيد اللي الواحد يخش فيه ويسلم نفسه وهو حاسس انه في قمة الانتصار. صحيح. وحشتيني. انت كمان وحشتني. وحشتني قوي. يا فندم، يا حضرة النقيب، يا حضرة اليوزباشي. اسمها حزباشة، تنطق حزباشة، أي حزباشة شاهين. أنت أحلى باشا في الدنيا. تفضل. وأنت أحلى هانم في الدنيا. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ دلست بالتمام والكمال. تحوشت 26 يوم اللي فاتوا. ياه، وعملت ده كله امتى وازاي؟ بسيطة، كل يوم بعمل صنف. يا سلام، يعني الأصناف دي كلها مستنياني بقالها 26 يوم؟ وريني بقى أنهي طبق مستنيني من 26 يوم. أنا. الله، أحلى طبق وأحلى حاجة سمعتها. بجد دي احلى حاجه سمعتها. احلى طبق. انما عشان ما اكونش كذاب، احلى حاجه سمعتها كلمتك دي وصوت الطياره الاسرائيليه الميراج وهي بتنفجر في الجو لما ضربها الصاروخ المصري سام 6. لا، صوت الطياره الاسرائيلي وهي بتنفجر بالصاروخ المصري احلى بكتير، على الاقل بتسعد 40 مليون مصري. انا صوتي بقى ما بيساعدش الا واحد بس. تكسب يا فندم بالميري. تمام يا فندم. طب دوق بقى في صحة الصاروخ سام 6. والله احلى صاروخ سام 6 المصري، مصري اصيل. خير يا ترى؟ مين؟ يمكن اشرف بيطمن عليك انك رجعت. وانا كمان عايز اطمن عليه. الو، اهلا اهلا، ازاي حضرتك وازاي المدام؟ البنات عاملين ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله. واصل لسه من شويه. طيب ثانيه واحده، شاهين سياده المستشار المنشاوي. اهلا اهلا يا سياده المستشار، الله يسلمك الله يسلمك. يا دوبك لسه واصل، بقالي ساعه ساعه ونص كده. ما تتفضل معانا، ده غدا ايه جنن. بوسينة بتقول انها عاملاه على مدى 26 يوم. بألف هنا وشفا سبقناك يا حبيبي. انت هتقولي على اكل بوسينة؟ ما انا عارفه، يا ما اكلت منه كتير قوي. لا، اجل العزومه النهارده. احنا الحقيقه كنا جايين لك. لا، ما انا اصلي مش جاي انا والولاد، انا جاي انا والدكتور زين. لا خير ان شاء الله، هو موضوع كده كنا عاوزين ناخد رايك فيه. لا، انا تحت امركم، انا موجود في اي وقت. هنزل افوت على الحاج والحاجه اسلم عليهم، وعدي على نفيسه برضه اسلم عليها، وبالمره عدي على حماي وحماتي. لا، في انتظاركم. مع السلامه. مع الف سلامه. في ايه؟ عايزين يكلموني في موضوع. المنشويه مواضيعهم كترت. قالوا احنا مستعجلين
وعمالين نقول ناكل قوام قوام عشان نلحق نلف. ربنا يستر بس وما يكونوش زعلانين من حاجه كده ولا كده. حاجه ايه؟ اخواتك ما بيزعلوش من بعض لحد دلوقتي. اه انما ايه اللي جاي؟ الله اعلم.